أحسن الله إليكم. أبو رشيد مستمع من الرياض يسأل عن أكل الضبع والدلدل المسمى بالنيص. أما الضبع فقد ثبت النص بإباحته الحمد لله، وأنه من المباحات ومن الصيد المباح، على خلاف بين العلماء في جواز أكله أو عدم جوازه، والصحيح جوازه إن شاء الله في ورود الحديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النيص فإنه من الخبائث، النيص هو كبير القنافل، من الخبائث فلا يجوز أكله. نعم.